وصلنا إلى تفسير سورة الماعون، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. تقدم معنا مالك يوم الدين. قلنا مالك يوم الدين، الدين إما يطلق على العمل، إن الدين عند الله الإسلام أي العمل، ويطلق على الجزاء مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب. أرأيت يعني ما شأن هذا الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب؟ والذي يكذب بالجزاء والحساب هو كافر كفر أكبر، أنكر ركن من أركان الإيمان. فذلك الذي يدع يعني يدفع اليتيم وبشدة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني بقوة وبشدة، نسأل الله العافية والسلام. فالأصل أن اليتيم، تقدم معنا اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، اترك الكتاب، من مات أبوه ولم يبلغ، فهذا اليتيم بحاجة إلى الرحمة، إلى الشفقة. فأما اليتيم فلا تقهر. فهذا يدفع اليتيم بقوة، يكذب بالدين ويدفع بقوة وبشدة اليتيم ولا يرحم اليتيم. ثم أيضا هو لا ينفق أصلا، ومع هذا ينهى عن، قال: فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين، يعني ينهى الناس عن إطعام الفقراء والمساكين الضعاف. فهو لا يرحم ولا يريد من الناس أن يتراحموا فيما بينهم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل، ويل تقدم معنا تشمل إما أن ويل وادي في جهنم، أو نسأل الله العافية والسلامة وعيد، وهذا الوعيد يشمل الوادي في جهنم وغيره. فويل للمصلين، من الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما بترك الصلاة، أو أن يصلي بغير خشوع، أو أن يصلي دون أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات. إذن لابد من الاهتمام بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. السهو في الصلاة يعني بغير قصد وغير تعمد، هذا لا إشكال فيه، وسهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي الصلاة دون أن يقرأ الفاتحة مثلا، أو يعبث في صلاته ولا يخشى، يرفع بصره للسماء، يأكل، يشرب، يضحك، يدخل في الصلاة بغير وضوء، ومع هذا يرائي بالصلاة وبقية الأعمال. الرياء سمي بهذا الاسم لأن المرائي يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من أخلاق أهل النفاق، نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد يوصل نسأل الله العافية والسلامة للأكبر. علاج الرياء دراسة التوحيد، لأن بدراسة التوحيد تعظم الله سبحانه وتعالى، وإذا عظمت الله سبحانه وتعالى لا تبالي بأحد في دين الله. الثاني الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى: فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعف أجورنا. إخفاء الأعمال قدر المستطاع، وأنت تعرف أن بعض الناس اليوم، أسأل الله العافية والسلام، الكاميرا في كل مكان، في الحج، في العمرة، وفي الطواف، وفي الصلاة، وفي كل مكان، وعندما يرجع إلى بلده يصنع الزردة ويدعو الناس ويغير اللافتة التي على باب المنزل. الحاج حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج الصحابة رضوان الله عليهم، وحج السلف الصالح، وما تغير شيء، ولم يقل أحد من الناس لهؤلاء: الحاج فلان وفلان. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
الأمر الرابع من علاج الرياء ألا يترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب الخوف من الناس. أراد أن يصلي، يصوم، يتصدق، يقرأ القرآن، يمضي في هذا الباب ولا يبالي بأحد في دين الله، يخفي، نعم. أما أن يترك الناس العمل خوفا من الناس هذا يقع في الشرك. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، العارية. بعض الناس يكون لديه مثلا أواني للطبخ، ويأتي إنسان ويقول أريد هذا الإناء عاري أصنع في هذا طعام ثم أعيده لك. فهذه العارية الآن تنقسم كما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى قسمين: إما أن يكون إعطاء هذا الشيء واجب أو مستحب. واجب إذا كان يتوقف على هذا ضرر، إذا لم تعطيه هذا الشيء يلحق ضرر. مثاله إنسان يريد أن يشرب ماء من بئر مثلا ولا يستطيع أن ينزل شيء، وهذا لديه حبل ولديه إناء مثلا دلو، قال أعيرني هذا الدلو حتى أخرج الماء وأشرب وإلا أموت. فهنا الإعطاء واجب. وبعض العلماء يقول إن لم يعطي آثم ويضمن، لو مات هذا يضمن. العارية المستحبة هي التي لا يتوقف عليها ضرر، تقول لهذا أعطني قلم أكتب به مثلا، هل يتوقف عليها ضرر؟ قال ما يتوقف عليها ضرر، إذن هنا العارية مستحبة. قال هؤلاء في العارية يمنعون، فما بالك بالإعطاء والبذل؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إذن التحذير من هذه الأوصاف، تكذيب بيوم الجزاء والحساب كفر أكبر، ويدفع اليتيم بقوة، وإن أراد ألا يعطي اليتيم شيئا يدفعه بالتي هي أحسن، وأما اليتيمة فلا تقهر. والأصل أننا نتعاون ونحث على التكافل الاجتماعي وبذل الصدقات وإعانة الفقراء والمحتاجين. ولهذا في يوم العيد، انظر إلى عيد أهل الإسلام، في يوم العيد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في عيد الفطر زكاة الفطر. لماذا؟ لإغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم، في هذا اليوم عن السؤال عن المسألة، حتى يشارك الأغنياء في هذا العيد. نستقبل العيد، عيد أهل الإسلام، نستقبل العيد بالطاعة، نستقبل العيد بالصلاة، نستقبل العيد بأول النهار. والذي يستقبل ويستيقظ في أول النهار هذا دليل على النجاح، والذي يستقبل العيد بالسهر والضياع وكذا وكذا هذا دليل على الفشل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن نعتز ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا، وأن هذا الدين لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله إلا أنه أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحج والمحتج له. هل يوجد واحد من هؤلاء يشارك المسلمين في أعيادهم واحتفالاتهم؟ لا. ومشاركة هؤلاء إقرار لهم على هذا. حتى صنع الطعام ولا تأكل منه ولا تقرب هؤلاء، لكن وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تتعدى عليهم بالسب أو بالشتم أو بالتخريب أو بالتكسير. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.